أهلا بكم مشاهدينا في فقرتنا الأخيرة من سيدتي لليوم. مشاهدينا، من المنتظر أن تجرى تجارب لاختبار أسلوب علاجي جديد من شأنه القضاء على مرض السكري. بحسب أقوال العلماء أن هذا العلاج سيضع نهاية للمرض، وهو ما يعني المعافاة من المرض لما يزيد عن، تخيل مشاهدينا، 130 مليون مصاب بالسكري في أنحاء العالم. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور محمد أحمد العواض، استشاري الغدد الصماء والسكر والوراثة لدى الأطفال ومدير مركز السكري في عسير. مساء الخير دكتور، يعطيك العافية. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأسعد الله مساء دكتور المشاهدين جميعا، حياكم الله جميعا. استسلم دكتور وشكرا على حضورك. وبداية، مثل ما ذكرنا في البداية، طبعا بحسب بعض الأخبار أن في علاج قادم لمرض السكري عن طريق الخلايا الجذعية. بداية نتأكد من صحة الخبر دكتور، تفضل. حياكم الله. طبعا لله الحمد هناك يعني أشياء جديدة، ولكن إذا تأذنون لي يعني في المقدمة، مرض السكر ينقسم إلى أربعة أنواع. في النوع الأول، وهو النوع الذي يأتي عند الأطفال أو الشباب، وهذا يكون إفراز الأنسولين قليل جدا، مما يضطر أنه يرتفع السكر ويصير إصابه بمرض السكر. من البداية هذا يأخذ إبر أنسولين. ويأخذ إبر أنسولين. النوع الثاني يأتي مع الكبار، مع سن 40 سنة أو أكثر من سن 40، ويكون السبب تغيير نمط الحياة. نعم. مثلا السمنة أو عدم الحركة والتغيير الحياة، مثلا أنه يكون في حياة هادئة ما يتحرك، ما هذه قلة الحركة. قلة يعني الحركة كسر. أيوة. في السكر الحمل يأتي أثناء الحمل بسبب هرمونات معينة. عموما السكر اللي في الأطفال هو أكثر شيء قد يستفيد من الخلايا الجذعية. والنوع الثاني إذا كان يعتمد على الأنسولين. نعم. فإذا كان هذه طبعا في دراسة في جامعة هارفارد قبل يمكن شهر، حوالي شهر من الآن، وجد يعني أن الدكتور اللي أجرى الدراسة استطاع أنه يسرع إنتاج خلايا البيتا التي تفرز الأنسولين، وهذه فتح من الله سبحانه وتعالى، وجدا يعني ما خبر سعدت به، وسعد به كثيرا من الأطباء وكثيرا من العالم، حتى الجرائد العالمية احتفت بهذا الخبر فعليا. صحيح. فطبعا لا زال في مرحلة التجارب على الحيوانات، فهم يجربونه، ولكن يعني انتج بكميات عالية الخلايا البيتا، خلايا البيتا بكميات عالية بحيث أنها تغطي الحاجة. نعم. في الحيوانات، إذا أنها جربت بعدين فيما هي في المرحلة الثالثة من البحث العلمي، يعني بقي علينا مرحلتين أو تقريبا ثم يكون يطبق. هناك طبعا إذا نظرنا أخذنا الباك هيستوري ولا من سابق، كان مرض السكر حق الأطفال من عام 1922 ما له علاج نهائيا. أي قبل 1922 ما هناك أي علاج، ولا عن طريق حمية أو غيره نهائيا، ولا أي شيء. ثم اكتشف الأنسولين عام 1922، وكان هذه هي فتح عظيم جدا. ثم وكان حيواني. ثم عام 1985 اكتشف الأنسولين البشري، وهذا برضه اكتشاف جدا يعني هائل. طب طالما دكتور نتكلم عن الاكتشافات، ماذا فيما يخص زراعة البنكرياس؟ يعني هل هي فعلا متوفرة إمكانية أو مدى نجاح هذه العمليات، نقل أو زراعة البنكرياس؟ طبعا إذا نظرنا زراعة البنكرياس، لأنك إذا زرعت عضو لازم أن المريض يأخذ حبوب أو أدوية مضبطة للمناعة. صح. فلا ينصح به للمريض السكر إلا إذا كان عنده مثلا لا سمح الله الكلى متأثرة وبيزرع له كلية، فممكن يزرع له الكلية ويعطون معها في طب هذه الزراعة دكتور تنفع لأي شخص أو في حالات معينة هي اللي ينفع معها زراعة البنكرياس؟ لا، لأي شخص عنده سكر وعنده فشل كلوي يعطونه مرض، يعطونه الاثنين مع بعض شرط. إيه، بس ثم أنك تعطي بنكرياس إنسان سليم، فما ما يعني ما هي شغلة تستاهل أن الواحد يكون عنده يأخذ مثبطات المناعة، لأنها الأدوية تأثر على المناعة.
طب دكتور، حاليا الاكثر انتشارا هو طبعا حبوب العلاج السكري، سواء كان منظم او حبوب علاجيه باسماء مختلفه، وايضا مضخات الانسولين وهي الاكثر انتشارا. بالنسبه لكم في المركز، هل عدد المضخات المتواجده هي كفايه، او هل مثلا تقتصر على حالات معينه او معممه للجميع، تفضلوها مثلا على ادويه اخرى؟ ايوه، ولله الحمد عندنا في المركز بكميات متوفره، ولكن يختار المريض، لازم تختار المريض اللي تناسبه، لان اول شيء مريض لازم يكون على الانسولين. الشيء الثاني يستحسن انه يكون مثلا النوع الاول، بدانا بالنوع الاول، عندنا 35 حاله على المضخات. الزملاء في جميع مراكز المملكه مثلا فيه عندهم كميات مرضى كثير برضهم، ولكن ان اختيار المريض هو اهم شيء، لانه لازم يكون يحسب الاكل والكربوهيدرات ويحسب كم، وهذه كلها تحتاج انسان يعني متحفز، او انه يساعد مع الدكتور بحيث انه يعمل المطلوب منه في هذا. نعم. السكري الحمل برضه جدا مناسبه له، بحيث ان احنا نتحكم في السكر اثناء الحمل. طب دكتور، بالنسبه لسكر الحمل، هو يكون مؤقت ولا ممكن بعد حتى فتره الولاده يكون دائم مع السيده؟ احيانا او حسب احيانا ياتي بس سكر الحمل اثناء الحمل فقط، وهذا بسبب الهرمونات اثناء الحمل. ولكن فيه السكر، احيانا تكون الام مصابه بالسكر قبل ثم ياتي الحمل، ثم فتحتاج الى انها تاخذ الانسولين اثناء الحمل. ولان اثناء الحمل عندنا تو تارجت او هدفين، نعم، الام ان احنا نتحكم في السكر، صحيح، والطفل او الجنين ان احنا نتحكم ما يتاثر، لانه اذا تاثر السكر عنده ارتفع السكر يصير حجمه يكبر وكذا ويتاثر، نعم، وتؤدي الى بعض التشوهات التي قد تكون موجوده لا سمح الله. طيب دكتور، بالنسبه للتحليل، يعني شو التحليل الصحيح؟ يعني بعض الاشخاص يختفي بتحليل واحد بعد فتره صيام 12 ساعة تقريبا، وفعلا يأكد للمريض أنت عندك سكري. بعض الأطباء لا يفضل أكثر من تحليل اللي هو تراكم نسميه. أيوة. لكن من خلال حضرتك، التحليل الصحيح للسكر كيف يكون؟ أيوة، هناك أولا فهذا مرض مزمن، فما يجب التسرع في التشخيص، لازم يتأكد 100% أنه مريض مصاب بالسكر. فأول شيء لازم يكون صائم أقل شيء 8 ساعات، وثانيا التحليل لازم يكون عن سحب عينة من الدم، ما هو بالجلوكوميترز او الاجهزه التحليل هذه ما يكتفى بها ابدا. اي ما هي يعني الاجهزه المنزليه هذه؟ لا لا. غير إيه دقيقه، ما هي. الشيء الثالث، فيه اذا كان السكر اقل من 100 فهذا طبيعي. اذا كان من 100 الى 125 هذه مرحله قبل السكر، اذا كان اكثر من 126 فهذا سكر بس في اكثر من مره، لان احيانا يجي مثلا عنده اي ضغط نفسي او اي شيء قد يأثر على قد يأثر، ولذلك يكون اكثر من مره السكر يقاس. فيه تحليل ثاني التراكمي هو المنتشر تقريبا، والله هذا جدا برضه جميل في التحليل ويؤكد التشخيص. فاذا كان اقل من 5.7 هذا سليم. نعم. من 5.7 الى 6.4 هذا مرحلة قبل السكر. نعم. من أكثر من 6.5 فما فوق هذا سكر، وهذا برضه يعني تكون يعني أكثر من شيء، مثلا السكر صايم مثلا أكثر من 126، يعني كلها مع بعض كل ما تكون أحسن، على أساس ما يصير هناك أي خطأ، لأنه مرض مزمن، ما هو بس مثلا التهاب صدر تعطي مضاد حيوي أسبوع وخلاص، لا، هذا صحيح مدى الحياة فيما. طب دكتور، سؤالي الأخير، يعني بحسب طبعا التحاليل والأخبار أن نسبة السكر عندنا مرتفعة، إلى الآن لا تزال مرتفعة حتى على مستوى عالمي، نصائح لكل المشاهدين بحيث أننا نبتعد عن هذا المرض اللي فعلا وصفته بالمزمن؟ أيوة طبعا، بالنسبة للسكر اللي عند الأطفال هذا ما هناك يعني شيء نقدر أن نحن نمنعه أو نحن نتحاشاه أو نتلافاه، صحيح، لذلك ما هناك يعني، لذلك نصيحتي للأهل أنهم لا يعني بعضهم يتأثر نفسيا يقول أنا السبب ولا كذا ولا أهملت ولدي ولا أهملت، هذا ما فيه أي شيء، ولكن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، ولا هناك أي شيء نقدر نعمله. النوع الثاني لا، في عندنا اشياء كثيره نحاول ان نحن نتحاشاها. اول شيء الحركه، اللايف ستايل، نمط الحياه، لازم الواحد يغير نمط حياته. لذلك عندنا مرحله مثلا اذا كان عنده في قبل السكر
اللي قلنا فيه بري دايابيتس او مرحله قبل السكر، هذه المرحله جدا مفيده للشخص انه يعدل نمط حياته، يعدل نمط المعيشه، الاكل يكون هيلثي دايت او اكل يعني صحي. نعم. الحركه يكون هناك، الوزن ينقص الوزن، الاستمرار في مثلا الحركه، وهذه كلها قد تؤجل السكر الى 10 سنوات فيما بعد، فهذه جدا ممتازه. هذه مثلا اذا تاخر السكر مثلا عمره 45 او 50 سنه وحصل ووجد السكر يعني بري دايابيتس او مرحله قبل السكر والتزم بالحميه الغذائيه وبالهذه كلها، سوف ان شاء الله يتاخر السكر 10 سنوات فيما بعد، فهذه جدا ممتازه. لذلك الحمد لله الان فيه الممشى اللي هي مناطق المشي المسموح فيها هنا في الرياض، هذه حلوه جدا، وكل مدن المملكه الحين معمول بها، ويحاول انها في كل المناطق انها تكون اكثر على اساس المشي الصحي والهذا باذنه تعالى. دكتور الله محمد احمد العواض، استشاري الغدد الصماء والسكر والوراثه لدى الاطفال ومدير مركز السكري في عسير، شكرا جزيلا على حضورك دكتور. حياكم الله. واذا مشاهدينا مثل ما قال الدكتور يعني مثل ما يقولوا في الحركه بركه، لازم نتحرك بشكل اكبر، نحاول نحافظ على نمط حياه صحي. ومشاهدينا على الاقل في سن الأربعين الشخص يحاول يحلل يعرف هل هو قريب من مرض السكر ام لا، لان اذا انتبه ان نمط حياته او نمط الغذائي بحاجه الى تغيير ممكن ياجل مرض السكري او يبعده على الاقل 10 سنوات. مشاهدينا حلقتنا لليوم انتهت، لكن اكيد غدا يوم جديد وفقرات دائما متنوعه في سيدتي. مشاهدينا كونوا على الموعد، في امان الله. I'm gonna go get some food.